فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل المقصود قول لا إله إلا الله فقط، أم النطق بالشهادة كاملة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ إذا قال لا إله إلا الله فقد شهد أن لا إله، شهد، هذا شهادة، لا فرق بينهما. نعم.